بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السيدة زينب بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتجوزت من ابن خالتها أبو العاص بن الربيع قبل الإسلام. السيدة زينب حبت أبو العاص بالفعل، ولما جه الإسلام السيدة زينب أسلمت، لكن جوزها لم يسلم. ليه لم يسلم؟ علشان ما يتقالش إن هو خزل أهله، وده كان شيء كبير جدا في وقتهم. ومع ذلك ففضلوا مع بعض، لأن حكم التفريق ما بين المسلمة وغير المسلم ما كانش لسه نزل، وكانت قريش بتغريه إن هو يطلقها، لكنه كان رافض لأن هو كان بيحبها. وتبدأ قريش تحشد لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ويحارب أبو العاص في صفوف المشركين ضد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة زينب كانت وحيدة في مكة بتدعي ربنا سبحانه وتعالى بقلب الزوجة المحبة إن جوزها لا يقتل، وبتدعي ربنا بقلب البنت المحبة المؤمنة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستشهد. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى إن أبو العاص يؤسر في هذه الغزوة. فالسيدة زينب أرسلت إن هي تفتديه، كانت بتفتديه بعقد كانت أهدته ليها أمها أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها أثناء زفافها. فلما يشوف سيدنا النبي أبو العاص يبدأ يرق الحال بنته زينب وهي وحيدة في مكة، ويرق لذكرى السيدة خديجة وهي حبيبته وأم ولاده اللي ما فيش امرأة تانية أخذت مكانها في قلبه، فيبدأ يستأذن الصحابة إذا كانوا مش ممانعين برد العقد وإطلاق سراح أبو العاص، ويطلب منه وعد إن هو يرسل ليه زينب لما يرجع مكة. الغريب إن أبو العاص وفى بالعهد ده، وتروح السيدة زينب المدينة وتفترق عن أبو ولدها رغم المحبة اللي كانت لسه ما بينهم، لكن محبة دين ربنا في قلبها كان أقوى. ويمر الزمن ويشاء ربنا سبحانه وتعالى إنه يخرج أبو العاص في قافلة تجارية، فيعترض بعض المسلمين اللي أخذت وسرقت قريش أموالهم في محاولة إن هم يرجعوا بعض حقوقهم وبعض مالهم اللي اتسرق، فيهرب منهم أبو العاص وبيكون قريب من المدينة ويستجير بزينب أم أولاده. العرب فيه عندهم حاجة إنه لو حد أجار حد، يعني هو قال إن هو في أمانه أو في حمايته، ما ينفعش أي إنسان يتعرض ليه. فالسيدة زينب رضي الله عنها تجير أبو أولادها رغم إن هو في الوقت ده ما كانش زوجها، وتدخله في حماها، وبعدين ترد ليه أموال القافلة بتاعته. كل المواقف دي كانت بتأثر في نفس أبو العاص، فبياخد أموال القافلة لمكة ويردها للتجار، ثم يعلن إسلامه أمام الجميع ويرجع للمدينة مسلم ومؤمن، وبعدها بيرجع للسيدة زينب رضي الله عنها. الحب في القصة دي حاضر بقوة رغم اختلاف الدين، رغم العداوة اللي كانت بين المسلمين والكفار. ولم ينكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة هذا الشعور، لأن الحب شعور ما يقدرش الإنسان إن هو يدفعه عن نفسه. في حلقة النهاردة هتكلم مع حضراتكم ومع ضيوف الكرام عن الحب بين الراجل والست قبل الزواج، وهنتكلم شوية عن الزواج، عن اختيار شريك الحياة، فخليكم معانا. السلام عليكم، أهلا بحضراتكم. النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم، وهو عن مقاصد الزواج. هو ليه الزواج مهم؟ النهاردة عدد من الناس بيسأل إيه هو الجدوى من مشروع الزواج، وهل بالفعل هذا المشروع يستحق كل هذه الكلفة اللي احنا بنشوفها من الشاب والفتاة؟ خلوني في البداية أرحب بضيوف الكرام رفيدة وإسراء. إزيك يا رفيدة؟ إزي حضرتك. إزيك يا إسراء؟ إزي حضرتك. النهاردة بنتكلم على الجواز، مش بنتكلم على الحب، لكن الملاحظ في العصر اللي احنا عايشين فيه ده ان ثقافة العصر اللي احنا عايشين فيه خلت لعنصر الحب وزن كبير في المنظومة اللي اسمها منظومة الزواج، انه شرط اساسي. ايوة، ان هو كأن الحب ده شرط اساسي علشان نتجوز. يعني الواحد لو ممرش بتجربة حب قبل ما يتجوز كأن الجواز ده هيبقى جواز فاشل.
بيسموه جواز الصالونات. جواز الصالونات ده اللي انا عايز يعني اسالكم فيه، ايه رايكم فيه؟ يعني انا شايفه بصراحه فكره انه يبقى شرط اساسي لا مش ضروره خالص. في زواج صالونات زي ما بيسمى، اللي هو بيبقى مقترح شخص مناسب، بنت مناسبه، ارتاحوا لبعض، صلوا استخاره، الكلام ده كله انا شايفه ان هي ممكن تبقى علاقه سويه. الفكره في الشخص اللي انا بختاره، مش في ان يكون في حب في البدايه او لا، طب ممكن الحب ده ينشا بعد الزواج، ممكن صحيح. الحب ده يكون في البدايه والعلاقه تفشل، وكتير جدا من اساطير الحب المؤخرا بنسمعها على السوشيال ميديا او بنشوفها، يعني ان ناس ما بينهم قصه حب طويله واول سنه زواج بتنتهي بفشل وطلاق. مش بس اول سنه زواج يا اسراء، اللي انا بقوله لكم من واقع الخبره ومن واقع التجارب اللي انا بشوفها للشباب والبنات اللي بيسالونه، انه عاده قصص الحب خاصه لما بتكون ما بين شباب لسه صغيرين في السن، يعني في بداية العشرينات، مش ناضجين، ما فيهاش يعني قدر من النضج الكافي، ما فيهاش قدر من الخبرة الكافية، عادة ما بتكملش أصلا لغاية ما توصل للزواج. يعني علاقة ما بين ولد وبنت في نهاية مرحلة الجامعة أو حتى في بداية مرحلة التخرج عادة بتكون بدون علم الأهل، وبيكون في نية صادقة للزواج، لكن فجأة بيحصل حالة من حالات النفرة الشديدة نتيجة ان العلاقة دي ما بدأتش واضحة صح. من البداية. انا كمان كان عندي بعض الحالات اللي انا شفتها وعشرتها، ان هي ناس بدأت قصة الحب دي من بدري قوي، ويمكن اكتملت بعد كده ان هم بدأوا ياخدوا خطوات حقيقية يعني، وكان في خطوبة وكده، نقدر نقول قصة حب 10 سنين وفي الاخر الموضوع ما اكتملش. لان فعلا زي ما حضرتك كنت بتقول ان مفيش نضج، الانسان لازم لما يحس بمشاعر وهو مش متأكد منها يبعد لحد ما يفهم نفسه هو عايز ايه، مشاعره دي رايحه لفين، صح ولا غلط، هيقدر يكمل هو على قدر من المسؤوليه او لا، عشان يقدر ياخد خطوه للزواج. احنا دلوقتي او في العصر الحالي بيبقى في مشكله في فكره القدره الماديه على الزواج، يعني شفت كتير من الشباب اللي نفسه يتزوج او نفسه يقدم على الخطوه، بس بيتراجع 1000 خطوه علشان خاطر التكاليف، عشان خاطر القايمه، عشان العفش، علشان المهر، علشان الشبكه، يعني قصص طويله وكتيره جدا جدا بتعمل مشكله ومعرقلات للزواج، غير بقى في قصه الحب او المشاعر او حتى زواج الصالونات المقدره. احنا نقدر نتصرف ازاي في الفكره دي؟ يعني هل ده هيبقى الوضع الحالي ان هو مفيش مقدره في مفيش زواج، ولا لازم نتزوج فلازم نتغاضى عن كل ده، ولا نقدر نعمل ايه؟ هو بما انه في معرقلات كتير زي ما اسراء بتقول، ومعرقلات في قصه الحب ومع الاهل ومع التكلفه الماديه، طيب هيخلينا ده نسال سؤال، احنا علينا من ده بايه؟ نتجوز ليه؟ ماشي، هل الجواز يعني واجب شرعي؟ احنا النهارده يعني يمكن نكون مجتمعين علشان نجاوب على السؤال ده، احنا بنتجوز ليه وهل الجواز واجب ولا لا. بس يعني قبل ما اجاوبكم على السؤال ده، عايز اتكلم بسرعه على نقطه يمكن انتوا اثرتوها في البدايه، وهي فكره ان الزواج احيانا بيكون عن حب واحيانا ما بيكونش عن حب. مش عايز بس حضراتكم او حتى حد من المشاهدين يفهم ان انا بقول ان الحب ده حاجه وحشه، وان الحب قبل الجواز هينتهي او هيقول بالضروره للفشل. لا، احنا قلنا ان الحب مش حاجه وحشه، لكن اللي انا كنت عايز اقوله هو ليه تم تضخيم فكرة الرومانسية او الحب في العصر اللي احنا فيه ده اكتر من يعني ازمان فاتت. احنا كنا بنشوف مثلا في علاقات اهالينا، والدي ووالدتي او حتى جدي وجدتي، كان بيبقى زواج عادي مش مبني على فكرة الحب المسبق، وبيبقى زواج ناجح. في بعض الناس بتقول ان فكرة الحب او الرومانسية في العصر ده بدأ يكون يعني بدأت تضخم بشكل كبير جدا، لأن علاقتنا أو النظام اللي احنا بقينا عايشين فيه إلى حد ما بقاش نظام شخصاني. يعني إيه ما بقاش نظام شخصاني؟ يعني على سبيل المثال، من فترة معينة كنا بننزل نشتري من عم حسن البقال اللي تحت البيت، وبيبدأ ينشأ ما بيننا وبين هذا الرجل علاقة شخصية. يعني أنا عارف الرجل ده وهو عارفني، أنا عارف إيه البضاعة اللي عنده، وعلى مرور سنوات طويلة بدأت تنشأ علاقة شخصية بيني وبينه. الكلام ده حصل في كافة مناحي الحياة، يعني الموضوع ده بيحصل مع الجزار، بيحصل مع الترزي، بيحصل مع الناس اللي أنا بشتغل عندهم أو مديري في الشغل أو صاحبي في الشغل. طب تعالوا شوفوا النهاردة إيه اللي حصل. إحنا النهاردة أغلب مشترياتنا بتكون من الهايبر ماركتس، أغلب مشترياتنا بتكون من الأونلاين شوبينج. إحنا بنشتري من ناس إحنا ما نعرفهمش، مفيش بيننا وبينهم علاقات معينة،
عايشين في مجتمع او في سيستم دايما بيوجه خطاب للشباب او للناس ان انت زيك زي غيرك، في زيك 20 و50 و500 واحد سهل يتم الاستغناء عنك في اي لحظه من الشركه او المكان اللي انت بتشتغل فيه. الانسان مع مرور الوقت في المجتمع او في النظام الغير شخصاني اللي احنا عايشين فيه ده بدا يحس ان هو انسان عنده احتياج شديد للعاطفه، عنده احتياج شديد ان هو يبني علاقه شخصيه مع شخص شايف ان هو ملوش بديل. فبالتالي بدات تكبر شيئا فشيئا فكره الحب قبل الجواز وتكون بهذا القدر في منظومه الزواج. وهرجع للسؤال بتاعكم، هل احنا واجب ان احنا نتجوز؟ احنا لما كنا بندرس الفقه يعني منها على سبيل المثال كان يقول الفقهاء ومنهم الامام النووي في كتاب مشهور من كتب فقه الشافعيه، كتاب اسمه المنهاج، كان يقول اول كلمه كده في كتاب النكاح او في كتاب الزواج: يستحب النكاح لتائق اليه يجد اهبته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو كانه بيقول ان النكاح مستحب لكن بشرطين، الجواز ده مش واجب على كل مسلم وحتى مش دايما مستحب، في شرطين لو موجودين عند البني ادم عند الراجل يستحب ليه شرعا ان هما يتجوز. ايه الحاجتين دول؟ قال اول حاجه تائق اليه. يعني ايه تائق اليه؟ يعني عنده رغبه شديده، انسان نفسه يتجوز، سواء كانت الرغبه دي بسبب الشهوه الطبيعيه اللي ربنا ركبها فينا او بسبب الاحتياج النفسي والعاطفي او باي سبب نفسي اخر. الشرط الثاني اللي بيقوله بعد شويه يجد اهبته. يعني ايه يجد اهبته؟ مقتدر. يعني مقتدر، عنده القدره الماديه على هذا الزواج، ان هو يتحمل اعباء هذه المنظومه الجديده. طيب تعالوا تخيلوا معانا في شاب النهارده في الشرطين دول، واحد نفسه يتجوز زي اي شاب، ده شعور طبيعي، واحد ربنا سبحانه وتعالى ركب فيه او اعطاله المقدره على القيام بالاعباء الزوجيه الخاصه بمنظومه الزواج، ده اللي احنا بنقول في حقه يستحب ان هو يتجوز. ليه يستحب ان هو هيتجوز؟ لان هو هيحقق مقاصد الشرع من الزواج. الشرع ليه طلب مننا الزواج؟ لان الزواج ده في حاله من حالات السكن، في حاله من حالات الطمانينه، في حاله من حالات الاستقرار. الشخص ده عنده الملكات او المقومات اللي تخليه يحقق الاستقرار والامان اللي الشرع عايز المكلفين يكونوا متحققين بالمعنى ده. طيب هل معنى كده ان اي شاب النهارده نفسه يتجوز هيكون الجواز في حقه مستحب؟ لا. الشخص اللي نفسه يتجوز لكن ما هواش مقتدر، يعني لو تزوج ممكن يضيع من يعول زوجته واولاده، الشرع بيقول ان الزواج هنا ممكن يكون خلاف الاولى او مكروه. مش بس كده، الشرع احيانا ممكن يقول ان الزواج قد يكون حرام. امتى ممكن يكون حرام؟ لو في عند شخص لا هو عنده رغبه ان هو يتجوز ولا هو كمان مقتدر. اذا الزواج زيه اي فعل من الافعال اللي احنا بنعملها في حياتنا ممكن يعني تكتنفه الاحكام الشرعيه الخمسه. بس المشكله ان مفهوم القدره اختلف، يعني القدره زمان كان بيت بسيط متطلبات بسيطه، انما القدره دلوقتي 2 3 مليون جنيه عشان خاطر بس ان هو يجيب شقه في مكان بسيط بعفش بسيط برضو بقايمه بسيطه، رقم كبير على شاب لسه في بدايه حياته. طيب انا متفق معاكي ان القدره قد تختلف من وقت لوقت، يعني في الازمان او في الاوقات اللي بترتفع فيها اسعار الحاجات في المجتمع اكيد طبعا بيكون صعب الزواج على عدد كبير من الشباب او من الناس. لكن خلينا نفرق ان احيانا الصعوبات دي ممكن تكون جايه من الغلا وممكن تكون جايه من اعراف. يعني صدقيني الواقع اللي احنا شفناه ان لو في اتنين عندهم رغبه حقيقيه وصدق ان هم يتجوزوا وزي ما بنقول كده يخشوا بيت بالحلال، سهل جدا باقل التكاليف ان هم يفتحوا بيت وتكون زي ما احنا بنقول مستوره. لكن المشكله بتيجي منين؟ بتيجي من الاعراف، ان احنا لازم نتجوز بالشكل الفلاني، يعني لازم نتجوز ان احنا يكون في عندنا شقه. لا، احنا ممكن نتجوز في شقه ايجار. لازم نتجوز ونعمل فرح في المكان الفلاني. ولازم علشان اصحابنا جابوا شبكه بالطريقه الفلانيه او بالرقم الفلاني فاحنا لازم نجيب شبكه بالرقم الفلاني. سيدنا النبي بنت عم أيوة. خاله العروسه جابت لازم يتجاب لها. أيوة. سيدنا النبي والشرع الشريف رغب ان احنا لا نغالي في مهور النساء، وكان يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اكثرهن بركه اقلهن مهر. يعني مش لازم ان الزوجه
اللي تكون صالحة يكون دايما هي اللي مهرها عشرات الآلاف ومئات الآلاف والملايين. فاحنا عايزين يعني من خلال البرنامج بتاعنا ده نقول يا جماعة بلاش تبقوا دايما أسرى لأعراف ما هياش صح. الزواج بالفعل سنة، والزواج مقصد من مقاصد الشريعة لو توفر فيه الشرطين اللي احنا اتكلمنا عنهم، لكن بلاش تصعبوها على نفسكم وبلاش تصعبوها على أولادكم. طيب حضرتك لما ذكرت من شوية مثال عم حسن البقال اللي احنا عارفينه في بيننا وبين ألفة، خلى عندنا سؤال. تفضلي. هل الشخص اللي احنا هنرتبط بيه او هنقبل على الزواج منه الافضل يكون شخص زي عم حسن البقال احنا عارفينه من قبل كده وفي بيننا وبينه الفه، على الاقل عارفين جوانب من شخصيته فده يضمن لنا فرصه اكبر في نجاح العلاقه، ولا ممكن فتره الخطبه تكون كافيه ان احنا نعرف الشخص، مع برضو ملاحظه ان احنا كلنا بنحب نكون مثاليين في فتره الخطبه؟ وهل قبل الخطبه لازم نحط شروط معينه للشخص ده؟ يعني مثلا هو انسان بيتقدم للزواج، هل لازم انا احط شروط معينه عشان خاطر هو ده يبقى متسق معايا في الحياه فيما بعد عشان خاطر نتفاهم في فتره الخطبه، ولا ينفع ان انا اقدم على الخطوه دي وانا ما عنديش شروط اوليه نقدر نقول؟ طيب سؤال للرفيده، هل احنا ممكن نكتفي فقط بفتره الخطوبه ان احنا نتعرف على بعض؟ ممكن الانسان حتى لو زي ما انت بتقولي بيمثل، لكن ما يقدرش يمثل بشكل دائم. اكيد. والانسان دايما بتظهر طباعه، يعني كانوا زي ما بيقولنا في فلتات لسانه وحتى في قسمات وجهه. فاحنا لو في عندنا قدر من الفراسه مع السؤال مع البحث ممكن نعرف اذا كان الشخص ده بالفعل شخص مناسب او لا. وفكره السؤال دي فكره مهمه، ويمكن ده من الاسباب اللي الشرع جعل من الحكم ان البنت البكر لما تتجوز يكون ليها ولي، يعني تتجوز بإذن باباها، تتجوز بإذن جدها أو عمها لو كان باباها متوفى. طب ليه كده؟ لأنه عادة الأب بيراعي مصلحة ابنه نتيجة الشفقة والمحبة اللي موجودة جواه ناحية بنته، فبيكون عنده رغبة إن هو يختار لبنته أفضل عريس أو أفضل زوج. بيسأل كويس، بيروح يعرف الشخص ده أصله إيه وفصله إيه. مع فترة الخطوبة ممكن نحدد بقدر ما طبعا إذا كان الشخص ده مناسب أو مش مناسب، وفي النهاية الموضوع في النهاية محض توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. ممكن الشخص نكون عارفينه من عشرات السنوات، ممكن واحدة تتجوز ابن عمها اللي تعرفه من الطفولة والزواج لا يكتمل، وممكن يحصل تعارف ما بين ولد وبنت قبل الفرح بثلاث أربع شهور أو بست شهور وربنا يوفقهم. فعشان كده سيدنا النبي علمنا دايما دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة كأنه طلب توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لسؤالك يا إسراء، هل إحنا لازم نحط معايير قبل ما تبدأ في العلاقة دي عشان العلاقة تكون ناجحة؟ خلي بالك المعايير نوعين، في معايير نفسية، يعني أنا كبنت إيه هي الصفات اللي ترضيني نفسيا في شريك الحياة، ودي حاجة ذاتية جدا. يعني إيه حاجة ذاتية؟ يعني بتختلف من شخص للتاني، بتختلف من بنت للتاني. أنا مثلا عايزة شخصيات معينة أو عايزة صفات معينة في الكاركتر اللي قدامي دي علشان أكون مبسوطة في الزواج، ده من حقك. وفي حاجات تانية يمكن قياسها ما هياش ذاتية، حاجات موضوعية، زي الكلام على أخلاق الشخص ده، زي الكلام على علاقة الشخص ده بربنا إيه، زي الكلام على الصفات الأساسية اللي لازم تكون موجودة في أي راجل. يعني أنا دايما لما بتسأل من بعض البنات فلان متقدم لي أوافق ولا لأ، فدايما أول صفة أنا بسأل عنها هو الشخص ده يقدر يتحمل مسؤولية ولا لأ. دي في وجهة نظري من أهم الصفات الموضوعية اللي لازم تكون موجودة في أي راجل، إن هو شخص قد المسؤولية. يعني إيه شخص قد المسؤولية؟ يعني يقدر يشيل مسؤولية بيت، يقدر يكون شخص قوي قدام المشكلات، يعرف يتصرف زي ما بيقولوا كده، عنده شخصية. عنده شخصية. الحاجات التانية زي ما قلنا الأمور المتعلقة بالديانة، الأمور المتعلقة بالأخلاق. الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض. فده معنى مهم، وزي ما قلنا من شوية مع توفيق ربنا سبحانه وتعالى ممكن نحاول نوصل لأكبر قدر من الصفات اللي هتنجح معاه منظومة الزواج. أنا بشكركم يعني شكرا جزيلا، ونورتونا وشرفتونا، وإن شاء الله ممكن يعني نكمل الأسئلة بتاعتنا في حلقات تانية. شكرا ليك. شكرا لحضرتك.
التجارب الأولى وخصوصا التجارب ذات البعد العاطفي أو اللي فيها مشاعر هي بتسبب أزمة كبيرة جدا وبتحدث مقارنات كبيرة ما بين علاقة خالية الالتزامات اللي كانت قبل الزواج ما فيش أي التزامات ما فيش أي مسؤولية وما بين أي علاقة تانية قائمة على التزامات وعلى مسؤوليات وعلى ضغوط بيتحملها كلا الطرفين. يعني لما نتجوز ونشوف نموذج أنا كشاب أو أنا كامرأة بعد الزواج أشوف نموذج الشخص اللي معايا ثم أعيد مقارنته بشخص آخر كان معايا في علاقة فري سهلة ما فيهاش أي التزام فيقينا الميزان هيميل للعلاقة الأولى اللي كانت بدون أي التزامات اللي كانت كلها متعة فقط راحة فقط فهنجد تعاسة سمى التعاسة في حياتنا بعد ذلك وهيأثر بلا شك. هو فكرة أنه عدم وجود عبء مادي ومجتمعي هل من الممكن هو يسهل حياتهم ولا لا؟ فيقينا، ولكن ما هي الحياة كلها أعباء. وأنا شايف من وجهة نظري أنه المشكلة مش بس وإن كنا قلنا أن هي جزء كبير جدا منها مادي إلا أن في جزء كبير جدا هو غياب العاطفة. يعني أنا شايف من وجهة نظري أنه البنت اللي بتنشأ في بيئة أبوها وأمها وأخوها والراجل اللي بتنشأ في كنفه لما بيكون راجل بجد يعني قادر ان هو يعطي عاطفة يعني الفتاة اللي بتنشأ في بيت بتجد فيه طوال رحلة حياتها لحد ما بقت على عتبات المراهقة بتجد فيه عاطفة في البيئة اللي هي عايشة فيها ما يكونش عندها الجوع اللي بيخليها تلجأ الى اقرب شخص ممكن تجد ان هو يعطيني هذا هذه العاطفة وبالتالي تمهلها. وهنا بنتكلم على الولد والبنت والحقيقة أنا بأؤكد على البنت بشكل كبير هنجد أن هي تتمهل كثيراً قبل أن هي تدخل في علاقة خارج إطار الزواج وحتى لو الظروف المادية كانت ضغطة شوية فيقيناً هيكون لديها مساحة من الصبر ومساحة من الوعي بأن ده جزء من يعني الصبر اللي موجود في الحياة. ولكن مع وجود ضغوط مالية ووجود أو مادية وجود أو عدم وجود مكان أو آلية لأخذ وإعطاء مشاعر الحب وكتير جدا مشاعر الإنسانية يعني أصل هي علاقة الحب في الأول وفي الآخر هي علاقة موجودة عند البني آدم لابد أنه يفرغها لابد فإن لم تجد متسع كبير فتلجأ للمتسع اللي فيه إثارة وفيه دراما وفيه مسلسلات بتشتغل عليه وفيه أغاني بتشتغل عليه وفيه روايات بتشتغل عليه فهنلقي نفسنا أمام أول حضن وربما يكون هذا الحضن جمر في النهاية. هو يعني فيما يختص بسؤال هو إحنا لازم نتجوز الحقيقة أنه السؤال ده لازم نسأله الغرب هو ليه لسه الغرب بيتجوز لحد النهارده رغم ان هم ما عندهمش ولا قيد من القيود اللي موجوده عندنا يعني الناس في الغرب الشاب في الغرب من الممكن ان هو يستمر الى ان يموت في علاقه مفتوحه من غير ما حد يقول له عيب ما يصحش. طب ليه بيتجوزوا؟ لان الحقيقه ان هو ده السيستم الفطري الطبيعي اللي استقرت عليه الانسانيه والبشريه خلاص حتى من غير دين ومن غير عادات وتقاليد هو ده النظام المستقر. فبالتالي ده سؤال العالم كله يجيب عنه خصوصا اللي بره. يعني احنا ممكن كمسلمين نتكلم كتير جدا عن قيمة الزواج وأهمية الزواج وقد ايه الجواز جزء مهم جدا حتى في رحلتنا الأخروية مش بس في الدنيوية. فاحنا ليه بنتجوز؟ لأن هو الحقيقة ده سنة الحياة وهو سؤال فلسفي إجابة علمية عليه مش هتغطيه خالص. أما فيما يتعلق بالشق الخاص بإمتى أنا أقدر أفتح بيت فالحقيقة إن دي يعني الظروف الاجتماعية بتفرض شوية حاجات. يعني أنا دلوقتي المجتمع فارض علي سن معين المجتمع فارض علي الوصول إلى مرحلة سنية بعينها المفروض أنا أتجوز فيها. لكن لو اتكلمنا بقى نفسيا إمتى أحس أن أنا شخص نفسيا هي الفترة اللي الإنسان مننا يكون مدرك فيها هو عايز يتجوز ليه. والسؤال ده كتير جدا بيشوفوه سؤال فلسفي يعني ايه هتجوز ليه؟ ما اتجوز عشان الناس كلها بتتجوز عشان بقى عندي 20 سنه عشان بقى عندي 25 بقى عندي 30. لكن لا هي الفكره مش كده. دايما سؤال ليه بيخلينا نسال السؤال اللي هو ازاي. يعني لو انا عرفت انا هتجوز ليه فانا هعرف اختار ازاي مين اللي مناسبه ليا وفق اللي انا عايزه من الجواز. احنا مش كلنا عايزين نفس الشيء من الجواز ده اللي احنا محتاجين نستوعبه. يعني انا عايز اسره وعايز بيت وعايز زوجه الجا اليها واحبني اليها وعايز ولاد كلنا عايزين ده
ده كلنا في فطرتنا، لكن في النهاية لا، كل واحد فينا عنده طبايع شخصية هي بتاعته، هو عنده أحلامه، محتاج بني آدم يعرف يتعايش مع شوية الأخطاء دول، يقدر يعبر عن الأخطاء دي، عن العيوب اللي في شخصيته، يظهر نفسه بلا أي خجل قدام شخصية بعينها. إيه نوع الشخصية دي؟ ده السؤال. إيه المواصفات؟ هل مين البني آدم اللي يقدر يتحمل ده؟ وإيه البني آدم اللي يكون عنده مجموعة صفات مهمين جدا في حياتي اللي أنا ما أقدرش أتنازل عنه، مع العلم إني مش بفصل شخص، وده جزء مهم جدا من النضج. يعني ما يكونش يعني مش رايح أفصل عريس أو عروسة فبالتالي أقول عايز 1 2 3 4، يقينا هناك مجموعة من التنازلات. فالحقيقة إنه لما بنيجي نختار، كل واحد فينا بيبقى عنده مجموعة من المواصفات الرئيسية التي لا يمكن التنازل عنها، وفي صفات مهمة لكن ممكن تنازل عن واحدة أو اثنين منهم. ذكاء الإنسان هو بيختار إن هو يكون عارف إيه الأشياء اللي ممكن إن هو يتنازل عن بعضها، ويبقى عارف إنه يتنازل عنها فما يعيش في دور الضحية بعد كده. يعني أنا تنازلت عن ده نظرا لوجود أشياء أخرى مهمة في شريك حياتي. وبعد ما نتجوز، ودي يمكن نقطة اللي أحب أكد عليها، أو نكون فاهمين إنه الجواز ده مش النهاية، مش مكافأة على حاجة حلوة أنت عملتها، الجواز ده هو بداية مشوارك. لأن كتير جدا مننا لما بيتجوزوا بيتصوروا إن الجواز ده هو مكافأة جميلة حلوة على إيه؟ إيه اللي أنت عملته؟ بينما الجواز في حقيقته أشبه بوردة إحنا بنزرعها وبنصبر عليها لحد ما تثمر، وبعد ما تثمر نستطيع أن نستمتع بها. من أكتر الأمور اللي بينظر فيها للإسلام على إن هو دين صعب هي مسألة تحريم العلاقات الجنسية خارج منظومة الزواج. وبصراحة هو فعلا أمر شاق على النفس، خصوصا في الزمن بتاعنا ده اللي تأخر فيه سن الزواج لمنتصف الثلاثينات أو بعد كده. فمن أكتر الأسئلة اللي بقابلها هي إيه المشكلة لو 2 ناضجين وكبار تراضوا مع بعض على علاقة بينبسطوا فيها بدون زواج؟ كلنا عارفين إنه حرام وإن الزنا من الكبائر، لكن أنا عايز نفكر مع بعض. فلو من حيث المتعة الجسدية فممكن فعلا 2 يتراضوا وينبسطوا مع بعض فترة، لكن ماذا عن تبعات هذه العلاقة لو السيدة حملت مثلا؟ الطفل اللي هيجي ده مين اللي هيتحمل مسؤوليته؟ هل الست لوحدها لأن هي اللي هتحمل وهتولد؟ طب هل ده ما يبقاش ظلم ليها وللطفل؟ ولينا في تاريخ أمريكا وأوروبا الطويل في المسألة دي عبرة. الستات غالبا هي اللي بتدفع ثمن العلاقات قبل الزواج حتى لو الشريك استقر معاها فترة، ففي أي لحظة ممكن يتخلى عنها وعن الولاد من غير حتى ما يشعر بمسؤولية أخلاقية ناحيتها أو ناحية الولد ده، حتى لو استمر في النفقة على الولاد فهي لوحدها اللي بتتحمل أغلب المسؤولية. وحتى لو افترضنا أن الطرفين هيستخدموا وسائل لمنع الحمل، ماذا عن تبعات هذه العلاقة النفسية والعاطفية؟ الرجالة والستات، الولاد والبنات مختلفين تماما في العلاقات واحتياجاتهم ليها. ففي حين أن الرجالة تعلقهم أو احتياجهم الأكبر في العلاقة الجسدية، هنلاقي أن البنات تعلقهم الأكبر بالناحية العاطفية، وده في الأغلب بالذات في مجتمعنا، لكن طبعا في استثناءات. والطبيعي أننا نفهم الاختلافات دي بيننا ونحاول نوازن التعامل في الأخذ والعطاء، وده بيحتاج وقت وارتباط طويل المدى والتزام أخلاقي تجاه الشريك ده. لكن في العلاقات في خارج إطار الزواج ده نادرا ما بيحصل، وبالتالي برضو السيدات هم اللي بيتحملوا للأسف الفاتورة الأكبر حتى لو ما فيش أطفال وحصل انفصال. الإسلام لما حرم العلاقات الجسدية خارج إطار الزواج ليه فلسفة في هذا التحريم؟ لأن الشرع بينظر لمصلحة المجتمع والأفراد، ولأن مصالح الأفراد ممكن تكون مختلفة، ممكن تكون متضاربة، فربنا سبحانه وتعالى خلق الإناث عندهم قدرة على الحمل والولادة، خلق الرجالة ما عندهمش قدرة ولا هم مؤهلين للعملية دي، لكن حمل ربنا سبحانه وتعالى الراجل مسؤولية توفير النفقة، مسؤولية الرعاية للأم والأطفال، وألزمهم بده شرعا. ليه؟ علشان يكون في تكامل، في توزيع للمسؤوليات والأدوار. والإلزام الشرعي ده بيحصل من خلال عقد بنسميه عقد الزواج،
يعني ايه عقد زواج؟ يعني عقد بيفيد حل العشرة او الاستمتاع ما بين الراجل والست، والعقد ده بيحدد حقوق كل واحد وواجباته، زي مثلا ان الزوجة ليها عند زوجها النفقة من اكل من شرب من لبس من زينة، وكذلك نفقة الاولاد مسؤولية الراجل مش مسؤولية الست، ومش واجب على الزوجة ان هي تخدم في بيت زوجها لو ان هي تعودت ان حد يخدمها في بيت اهلها. في الحالة دي واجب على الزوج ان هو يوفر ليها مساعدة لو كان مقتدر ماديا، ولو هي تطوعت فده يعتبر فضل وثواب تؤجر عليه وباب عظيم للحسنات. كذلك من ضمن هذه الحقوق ومن ضمن هذه الواجبات ان للزوج على زوجته حق عدم الخروج من البيت الا باذنه، وواجب على الراجل ان هو ما يتعسفش في استخدام الحق ده، يعني ما يعاقبش زوجته بيه. كذلك من حقوق الراجل ان زوجته ما تمنعوش حقه في الاستمتاع معاها الا بعذر، الا لو في عندها مرض، لكن مش لمجرد العناد او الاذلال. وحرام على الزوج ان هو يهين زوجته، حرام ان هو يقول لها كلام مؤذي او اي سلوك مؤذي جسديا او نفسيا، ونفس الشيء عليها، حرام عليها اي كلام تقوله او اي سلوك مهين او مؤذي لزوجها. فمجموعة الحقوق والواجبات دي لازم يكون ليها عقد يؤطرها، لازم تكون في علاقة رسمية ليها حدود واضحة يمكن ان احنا نحتكم ليها لو حصل لقدر الله اي اختلاف، علشان نضمن ان محدش فينا يظلم التاني. طيب ممكن يكون هنا في تعليق او سؤال، طيب ما الاتنين اللي داخلين في علاقة مع بعض ممكن يتراضوا برضو على الحقوق والواجبات دي وملهاش لازمة منظومة الزواج؟ طيب انا هسأل حضرتك، ايه هو الضامن لده؟ يعني اذا كان في العلاقة الشرعية القانونية الموثقة بيحصل نزاع وخلاف واحتكام للقضاء، فما بالك بعلاقة لا هي موثقة ولا هي معترف بيها شرعا ولا حتى قانونا؟ لو حصل خلاف مين اللي يحكم؟ مفيش، وغالبا الستات هي اللي بتدفع الفاتورة. فإشباع الرغبة الجنسية حله الوحيد هو الزواج لضمان حقوق كل طرف في العلاقة، والاحتمال كبير يكون الطرفين مسؤولين فيها عن وجود طرف ثالث بعد العلاقة اللي هو الطفل، وده إنسان ملوش اختيار، والشرع هنا بيضع ضوابط كتير جدا علشان هذا الإنسان البريء ما يتظلمش. الحب في الإسلام معنى مقدر، لأن الحب ببساطة جزء من الطبيعة البشرية، لكن كل ما في الأمر إن الإسلام بيحط لنا ضوابط بحيث إن إحنا لا نشقى بهذا الحب ولا نسبب الشقاء للآخرين. ولو فكرنا في قضية الحب والعلاقات بهذه الطريقة هنلاقي كتير من إشكالياتنا مع مرور الوقت اتحلت في ديننا الكريم. ربنا سبحانه وتعالى يرزق كل حبيبين باللقاء الطيب الحلال، ويبارك في ثمرة اللقاء، ويعينهم على فتح بيت سعيد ومستقر وسوي نفسيا يرضى عنه ربنا ويفرح به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.